كويس. فالساحر كافر بالله تبارك وتعالى، وقال السلف حد الساحر ضربة بشنو؟ بالسيف، يقطع رأسه. وفي عهد عمر قتل عمر رضي الله عنه أو أرسل عمر أن أقتل كل ساحر وساحرا، قال الصحابة فقتلنا 3 سواحر في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولو كان اليوم عمر لقتل ملايين من السواحر. سوق 6 ذاك ننظف لنا تمام والله جد فيه سحرة كتار. أنا أقول لك دل أولياء وصالحين أمشي هنا سوق 6 أمشي الحمامات تلقاهم قاعدين دل سحرة يا زول. أقول لك ده أبونا الشيخ، هذا أبونا ما شيخ، فهمت؟ هذا كاهن عراف دجال. أمشي له أقول لك داير حجاب رزق بيكتبوا لك، داير حجاب تحب لك بنية تمشي لأبوك الشيخ، داير تسرق والله جد يقول لك عندنا حجاب اختفى، ده سحر ذاته. ده بيشتغلوا يا اخواننا الصوفية الذين يزعمون انهم اولياء لله تبارك وتعالى. عديد تمشي له يقول انا ده الحجاب بتاعت شنو؟ بتاعت اختفى. ده الاولياء في ولي بيكتب لك حجاب عشان تسرق؟ ده شغل الصوفية. السحر منتشر في كل مكان، واللي داير تعرف امشي لف البلد دي في كل حي تلقى لك زول عنده دكان، خدت له سدارة بتخش جوا انت قايله غسال تلقاه فكي والله جد. تفتكر غسال تلقاه فكي جوا شغال، يحصلكم الحياة بسبب جنوه. يقول لك احنا عندنا اسرار، انت داير شنو؟ نشتغل لك. تشتغل شنو مع لحالك؟ تشتغل في السوق يا زول، تبيع طماطم والله جد شغل حلال. امشي اشتغل في السوق، اشتغل طلبه مع الرجال، تقعد تخش لي جوا في البيت وتكتب. تكتب شنو؟ ودار تكتب شنو انت؟ يقول لك نحن نكتب لك حجاب رزق. انت ما قريت ولا شنو؟ الرزق عندكم انتوا يا صوفيا يا اخواننا. الرزق وين؟ ربنا قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، وأكده الله عز وجل بالقسم، فقال ورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. يجي الصوفية يقول لك احنا نكتب له حجاب رزق، كذاب ساحر، فهمت؟ بيكتب حجاب رزق ده صوفي كذاب، وهذا ساحر دجال شغالين ده شغله، فهمت؟ ويكتبون الحجبات للبنات والأولاد. يجي واحد قطع نص عديل أبوي الشيخ أكتب لي حجاب، أنا دار أتزوج بالتجيران أو دار أحبه عديل كذا، حجاب محبة اسمه. طيب في راجل يحتاج إنه يحب مرته بالحجاب؟ ده أكيد ما يحب واحدة الشاي أو واحدة لقاها في القهوة أو لقاها في الكافتيريا، ما يحبها بالحرام، والشيخ يتعاون معه ولا ما يهو. شو والله واضح، فهمت؟ يقول لك نحن والله شغلنا ده من الدين، يا تو الدين. يقول لك ده قرآن يا اخواننا، القرآن يكتب لكي يحب الرجل امرأة لا تحل له؟ يجوز؟ ما بجوز يا زول، كويس. والصوفية جوزوا الحجبات، دكاترة بتاع الصوفية قالوا الحجبات جائزة والبخرات جائزة، والكلام ده أعلنوا في الإذاعات، كلامنا ما قد نفتري عليهم كذب. ديل لو قالوا جهال الدكاترة كيف؟ صلاح الدين الخنجر ده جاهل، ده دكتور جامعة الدرمان الإسلامية الفتيحة ولا بيوم مباري، فايز قال دكتور في الجامعة الإسلامية الدرمان الإسلامية، قال الحجبات والبخرات والمحايا جائزة ومن الكتاب والسنة، وكان يفعلها السلف الصالح كابن عباس بن عمر. كذاب، كذب على ابن عباس عليه رحمة الله أو رضي الله عنه، وكذب على ابن عمر، يكذب على الصحابة لكي يجوز الحجبات والبخرات. وما في قرآن ربنا نزلوا عشان يكتبوا حجبات أو يشربوا محايات، ما في. ربنا قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
ربنا قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أغفالها. القرآن للتدبر، القرآن للعمل، القرآن للدعوة، لينذر به ومن بلق، لتنذر به ومن بلق، ربنا قال للإنذار، لكي تبلغ الناس توحيد الله عز وجل. يكتب الحجابات يقول لك دي قرآن، ما في حجاب من القرآن، وتحدى أي صوفي يجيب لي حجاب من القرآن صافي، كذاب. ولو في زول عنده حجاب هنا صوفي يجيبوا لنا أسئلة جوا الحلقة دي، بنفتحه لو لقينا قرآن صافي نحن كلنا لنا بنبقى صوفية، والله يتحدى أي صوف. ما بتلقى قرآن في الحجابات المكتوبة الليلة عند الصوفية، كلها طلاسم مكتوبة إما نجمة وسلم وغيرها من الحروف ها التي هي أسماء وشياطين يتوسل بها الساحر إلى الشيطان. فهمت؟ ده شغل الصوفية وده السحر ويس. وتكلمنا عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من أتى كاهنا أو عرافا لن تقبل له صلاة 40 يوما. بس امشي لا ساكت، وانت عارف دجال احد يقول لك والله انا ماشي نجسه، بس نجسه كيف يا ذو المالك وماله انت؟ انت مش عارف دجال ساحر ما تمشي له كويس. ومن اتى كاهنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد، اي كفر بالقران. اي ذو بيمشي الفقيه يقول ابويا الشيخ اكتب لي حجاب رزق، او اكتب لي حجاب من العارض، او حجاب من العين، او حجاب للعربية، او حجاب يحصل حجاب شنو يا اخي؟ الحاجب ربنا والحافظ ربنا تبارك وتعالى. فهمت؟ تمشي له ويكتب لك انت كفرت بالقرآن. لان الفقي يدعي علم الغيب، الفقي بيكتب لك ده بيدعي علم الغيب. وربنا قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. الصوفية قالوا لا لا، الأولياء والصالحين بيعلموا الغيب. ألا يدنا بداوين يا صوفية يا برعي؟ ألا يدنا بداوين؟ عبد الرحيم البرعي قال لا، ألا يدي غلط. الصح شنو يا البرعي؟ البرعي قال قومك نزاور للأولياء لغطاب نشاور، قال منهم خفي الحال ومنهم مجاهر، قال منهم عليم بالغيب باطن وظاهر، كذاب دجال افترى على الله كذبا. الله يقول ما في ذول يعلم الغيب، لا ملائكة تعلم الغيب ولا رسول من الرسل يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى. اختص الله عز وجل بهذه الآية، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ها بالنفي والإثبات، وهذا أقوى أنواع الحصر. ربنا قال ما في ذول يعلم الغيب إلا الله براه. يجي الصوفية يكذب علينا يقول لك شيخي إن بين الناس جلس يسمع شنو في قلب وسوس. فنسأل الله عز وجل السلامة. فالسحر يا إخوان ها الليلة بيعملوا الصوفية، والإنسان يعمل حسابه منه ويتحصن، لأنه ما عندهم شغلة. والله الصوفية ما عندهم شغلة إلا السحر ذا. داير يفتح دكان أول حاجة يمشي الفقيه، داير يفتح مطعم يمشي الفقيه، داير يعرس يمشي الفقيه، داير جنى يمشي الفقيه، عيان يمشي الفقيه. يحصل ذا فقيه ولا الله؟ يحصل أسأل الله عز وجل يا أخي عندك أي حاجة أجل لله تبارك وتعالى. فهمت؟ فالناس اعتقدت في البشر، اعتقدوا في شيوخهم وتركوا سبحانه وتعالى الخالق الرازق المدبر الذي هو على كل شيء قدير. ربنا خلوه مسكوا في الشيوخ بتاعينه. وهذا يحتاج إلى جهد من الدعاة أن يتكلموا عن هذا المنهج الباطل، منهج الصوفية. فهمت؟ من صار سنة سكتوا عن الكلام ده. والله يد ألا تخرج مسجد تتكلم في الصوفية تقول الصوفية، ولا تجيب يسمع أسماء البرعي، بس يقول الصوفية ساكتة صار سنة كلهم يقوم ما تنبس. يقول لك يحصل وانا بس انا تكلمت عن منهج باطل. الصوفية دي ما من الاسلام ولا من الدين. انت زعلان مالك؟ لو ما قادر تتكلم خلي الناس يتكلموا يا زول.
الصوفية دين باطل، وهذا ما نعتقده وغيرها من الأحزاب والجماعات، ولكن الصوفية أشد بدعا في الدين، أشد طريقة وأشد طريق في الدين، وهو الذي يحارب دين الإسلام هو التصوف. ثم بعد ذلك الإخوان المسلمين وغيرهم من البلاغاتية وغيره من الجماعات والأحزاب والدواعش، وأخيرا صار سنة، صار سنة بيقول ما يرد الكلام ده نهاية يا إخوان، والله جد ما يرد الكلام في الصوفية عديل كده بيقول، والله نحس في رمضان ده كم مسجد ده نقوم نتكلم بحموق، يقول لك ما تتكلم، ما بتكلم لا مسجد حقك انت، فهمت كلامي؟ تمشي مسجد بعد عوام والله تتكلم، ما في ذل بيسالك، العجب ويسمع والما عجب ويمشي. اما انصار سنة بيمشي عديل ما تتكلم، مالك انت خايف؟ مالك هما خايف انت ذاتك بتكشفه، فهمت؟ خايف عليه رقبته انصار سنة. فنسال الله عز وجل السلامه والعافيه، فانا اترك الفرصه ان شاء الله لو تحدث من بعدي. أبو القاسم.